مشاهدين، سلام الله عليكم ومرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. بعد العديد من الجهودات في الفيديو السابق بما فيه استعمال ورق الصنفرة، كذلك الى الاطلاع بالصباغة وجمع الاطار وانهاؤه، إذا المشاهدين أقوم بقياس 15 سنتيمترات في أعلى الإطار، وأضع المسمار ذات حلقة وهو من أنواع المسامير المعدنية التي تستخدم في تعليق الأغراض المختلفة، ويتكون من جسم حلزوني وسن مدبب. أما الرأس فيوجد منه شكلان، مسمار جنش مغلقة ويحتوي على رأس دائرية مغلقة. فبعد وضع المسمارين الصلب ذات حلقة أو على رأسه دائرية مغلقة، أقوم باتصالهما بخيط. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نكتشف حوالي 20 صورة تاريخية ذاكرة مدينة بركان. فمدينة بركان المغربية تأسست بذلك مدينة أبركان أوائل القرن العشرين على أنقاض قرية كانت موجودة حوالي الضريح، ثم سميت بعد ذلك أبركان، وهي كلمة أمازيغية تعني أسود، نسبة إلى وليها الصالح سيدي محمد أبركان بن الحسن بن مخلوف الراشدي، وهو فقيه محدث له بعض المؤلفات في علم الحديث. توفي سنة 868 هجرية. إذا مشاهدين، إليكم هذه المجموعة من الصور التاريخية لمدينة بركان، ولدينا من بين المجموعة من هذه الصور شارع محمد الخامس للمدينة حاليا سنة 1925، كذلك الكنيسة التي توجد بزنقة طنجة قرب الشارع الرئيسي جانب مدرسة الانبعاث، ثم صورة ضريح سيدي محمد أبركان الذي سميت عليه المدينة سنة 1908، ثم مشاهدين صورة قنطرة واد شراعة ما بين سنة 1914 حتى 1918، كذلك إلى صورة مستشفى الدراك سنة 1956. فمستشفى الدراك كان يحمل اسم مستشفى هود نسبة لأول دكتور كان يشتغل بالمستشفى. ولدينا أيضا من بين الصور مقهى ليتيزيا، وفيها أيضا فندق ليتيزيا، والذي يوجد حاليا بشارع محمد الخامس. وتعود هذه الصورة من بين الصور سنة 1948. فمشاهدينا، أول صورة لدينا لكم في هذا التابلو وهي على يميننا العلوي، وهي صورة 1911. أما البناية على يسار الصورة كانت معروف بفندق ميلودا، وأما البناية على يمين الصورة هو المكان الذي توجد فيه مقهى الحسنية لحد الآن.